شرف. والباقي امتى بقول له ما عليك؟ اعطيه هلا هذا تشيك ب 50,000 دولار وقل له كل شهر في 50,000 دولار، على 3 أشهر 150,000 بزيادة عليهم. يعني ما عاد بدك تعطيه المبلغ كله؟ هلا 150,000 دولار لجميل العطر صاروا كخ؟ لا ما عليك مش كخ، بس نحن سحبنا دعوة الاستئناف، يعني مجبورين نرجع للحكم الأول. يا خيي هلا أعطيه هذا الشيك وقل له كل شهر في واحد مثله بلا ما تحدد له، بعدين بشوف شو بعمل. أوكي. وصل أبو حرب. فوت شيرين. انت بتلاقيها كثير منطقيه كاتيا انه شيرين تقعد ورا وانت تقعد قدام؟ انا برايي اثنيناتنا نقعد قدام، شو رايك؟ انا برايي كاتيا تقعد بحضني. مش هيدي الزركه اللي كان بدي اياها لك اختي. خلينا نمشي هلا. هلا انتوا عم تجبروني اعمل شيء لما اقتنع فيه ورا حبته، رايحه غصب عني. انت روحي وجربي وبعدين احكمي. رضاك يا معلمي، أنا بأمرك. لك الزلمة ما أكذب، بيقول لي بأمرك وبيقصي أمري. ما عايش اللي بده يعصى أوامرك يا ريس، بس حضرتك شفت اللي أنا شفته بخصوص ميسم عبود، ما هيك؟ هيك خبرني الماتر لما اتصل فيي لغيت المشروع. إنه شو بدك يعني أعمل يعني؟ أنت الوحيد اللي بوثق فيك وما بدك تنفذ. قلبك رق وحن على اللي اشتريت بيت بيا. والله يا ريس أنا قلت القصة خلصت. والمرة دفعت ثمن جريمتها وخلصنا. عفوا استاذ قلت شي بيضحك؟ ايه حبيت، كفي حبيت هيدي قصة دفعت ثمن جريمتها، حبيت دفاعك عنها حتى ما تقتلها. يا استاذ الاوضاع راقت بالبلد والقتل صار مكلف وانا بامر الريس، شو ما بدك يا ريس انا بامرك، اصلا انا وعائلتي عايشين من خيرك. هلا بلا لا تلاتي وجاوبني، عرفت شي ميسم عبود انك انت اللي حاولت تخبصها؟ اعوذ بالله يا ريس، شو انا حمار؟ انه بركي بعد كل سنين من الصدي صرت حمار وفضحت حيلك بشي كلمه بشي حركه. والله العظيم ولا كلمه ولا حرف ولا شوفه، اصلا ما هي وقعت على الارض. طيب هي شايفتك قبل تعرفك؟ انت وقت اللي اشتريت بيت بيا كانت هي بالسجن. صحيح ريس، بس من مدة شفنا بعض. شفتوا بعض؟ ليش بدكم تشوفوا بعض؟ بعد الحادث يعني؟ نعم ريس بعد الحادث، اجت لعنا من كم يوم هي وشخص تاني وزارونا بالبيت وتعشوا عنا. ياه ليش بقى؟ بعدين مينو هالشخص؟ نديم بركات. نديم بركات، هذا منعرفه متر؟ بالمبدأ هلأ مش عم بتذكر، بس منشوف إذا كان حدا منعرفه. طيب بعدين كفي. شو بدي كفي؟ إنه ليش إجيت؟ شو حكيت وشو قلتوا؟ زحت لسانك بشي كلمة بشي خبرية؟ أعوذ بالله ريس، بس خبرتني مرتي إنه أول ما طلعت من السجن إجت زارت بيت بيا وهيداك اليوم إجت هي وهيداك الزلمة لعنا. إيه كفي. بس هو نديم بركات صار يتطلع فيي كأنه شايفني وسألني شايفين بعض من قبل؟ ما هيدا اللي خايف منه، هيدا اللي شغل لي بالي. وقت اللي اجت ميسم عبود حكيت عن محاولة خبصة اللي ما زبطت. ليش حضرتك عم بتشوفها؟ اجت لعندك؟ مش مهم هي يا مصطفى، المهم انت. انا خايف من هيدا اللي اسمه نديم بركات. استفسر لي عنه متر. امرك رئيس. المهم هلا يا ابو حرب، في عندي مهمة جديدة بدي أقول لك فيها.